الاحتلال يستمر في إغلاق نابلس والمحافظات الشمالية واعتداءات المستوطنين متواصلة. للحديث أكثر عن تداعيات هذا الأمر أيضا ينضم لنا من نابلس وعبر الخط الهاتفي الأستاذ سامر عنبتاوي، منسق تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس. صباح الخير أستاذ سامر. أهلا بكم، أسعد الله صباحكم. يسعد صباحك، تحياتي لإلك. إذن الاحتلال يستمر في حصاره وفي إغلاقه لمحافظات الشمال ولخنق المواطنين وتحديدا في نابلس، هو يغلق حاجز حوارة اليوم، يمنع الآلاف من التحرك بحرية، من التوجه إلى أماكن عملهم، من التنقل بشكل عام، وهذا الأمر مستمر منذ أسبوع تقريبا. أستاذ سامر، لنتحدث أكثر عن الوضع داخل نابلس. نعم، يعني بصراحة الاحتلال منذ فترة يحيك ما يحيك لمدينة نابلس، محافظة نابلس بشكل كامل، وبالتحديد المدينة بأهداف مختلفة. أولا يعني هم ما حصل في نابلس الفترة الأخيرة من تحدي لقوات الاحتلال والمستوطنين، من فعلا تصدي من قبل المقاومين الفلسطينيين لكل الممارسات الإسرائيلية في المحافظة، كل ذلك يعني أجعل المنظومة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال في حالة ارتباك في عملية التعامل مع الظاهرة الجديدة المتطورة والممتدة التي أصبحت كرة الثلج تكبر يوما كل يوم. وبالتالي كان هناك يعني عدة سيناريوهات للتعامل مع المحافظة، من ضمنها يعني التوجه العنيف للاجتياح المباشر وعمليات الاغتيال المباشر للمقاومين وعمليات ضرب القوة بيد الحديد كما يقولون، واتجاه آخر يقول إنه لو فعلا ذهبت الاحتلال إلى هذا المجال هي ستذهب إلى يعني تشديد المقاومة في الضفة الفلسطينية وتعميق المقاومة وخلق فعلا فرص المقاومين للامتداد والاتساع بشكل أكبر تحت الضغط الإسرائيلي. ففي ضمن الارتباك في التعامل في هذا التعامل مع المقاومين، ذهبت دولة الاحتلال حاليا إلى عملية الحصار الكامل وإجراءات مباشرة ضد المدينة بأسباب مختلفة. أولا هو النوع من الخنق والضغط على المواطنين من أجل يعني إشعارهم وخلق وضع إسفين ما بين الحاضنة الشعبية، بين المواطنين وبين المقاومة، حيث اعتبار أن المقاومة تصبح عبئة على المواطنين، وأيضا باتجاه أن يعني تحديد عملية الدخول والخروج من المدينة فيما يظهر بشكل أكبر كرقابة أمنية على نابلس. الآن الحالة يعني فعلا هناك حواجز كاملة، الكل يعلم ذلك، يعني مكعبات إسمنتية وضحت، مسدة الطرق بالكامل، وعمليات إرباك المواطنين يعني قد تفتح طريق في لمدة ساعة أو ساعتين تغلق لاحقا. كل هذه الإجراءات أدت إلى يعني الكثير من تراجع الدخول يعني من هم من خارجنا، سواء من أهلنا في فلسطين التاريخية أو في من القرى المجاورة أو من المدن الأخرى لمدينة نابلس. بالتأكيد هذا أثر كثيرا على الحركة الاقتصادية وعلى حركة طلاب الجامعات، الجامعات النجاح منذ أيام يعني بالتعليم الإلكتروني، غيرها من الموظفين المعلمين اليوم سمح يعني بطريقة يعني كثير مستفزة يعني الإعلان أن المعلمين والصحة يعني معهم من الساعة 7 حتى 7:30 يمر عبر حاجز حوارة. كل ذلك عمليات إذلال وتركية من نابلس في محاولة وضع المقاومة. ولكن أقول يعني صحيح التجارة هامة، العلم هام، التعليم هام، لقمة العيش هامة جدا، كل شيء هام، ولكن في اعتقادي أن ما هو أهم من ذلك كرامة وعزة أهلنا في نابلس. يعني هو كما قلت يحاول أن يعزل شمال الضفة عن الوسط والجنوب، هو يستهدف نابلس إذن، يعني هذا استهداف، هو يحاول خنق جميع المحافظات الشمالية، لأنه أيضا نابلس هي مدخل لطول كرة
حرم قلقيلية وجنين أيضا ببلداتها، وبالتالي هو يحاول عزل الشمال عن باقي الضفة، وهذا ما كان يتحدث عنه في السابق. كان هناك تهديدات من قبل الاحتلال، هي على أي حال مستمرة حتى هذه اللحظة، أنه يريد فصل شمال الضفة بما معناه من خلال عملياته العسكرية عن الوسط والجنوب، كما أنه هناك أخبار تحدثت لربما أنه سيستمر هذا الحصار لنابلس ومحافظات الضفة. نعم صحيح، هو مخطط قديم تقسيم الضفة الفلسطينية إلى ثلاث أقسام، شمال وسط جنوب، هذا يعني مخطط إسرائيلي قديم. الآن كان التركيز أن المقاومة في الشمال، والحديث كان في الإعلام الإسرائيلي مكثف كثيرا على عدد المسلحين، على كميات الأسلحة الموجودة في شمال الضفة، وبالتالي فعلا هناك محاولة عزل، هو العزل مزدوج، عزل الشمال بالكامل من خلال مدخل نابلس، وأيضا عزل ما بين نابلس وجنين وطولكرم في أكثر من مجال، بحيث أنه يعني تحديد نظام التوجه لنظام الكنتونات. وهو هنا ندخل بشكل صريح، ما هي السياسة الإسرائيلية المستعملة ضد الضفة الفلسطينية؟ هذا يعني هناك من يقول بصراحة أن يعني نتيجة الصراع الانتخابي داخل دولة الاحتلال تذهب إلى هناك مبارزة بالقوة بين لبيد وجنس من جهة، وبين نتنياهو، هذا في اعتقادي أحد العوامل، ولكن ليست القصة كلها. القصة هي أن دولة الاحتلال وبالحكومات المتعاقبة تذهب بالسياسة نفسها، سياسة الفصل، سياسة الكنتونات، سياسة دعم المستوطنين، سياسة تحويل الضفة الفلسطينية، وقلنا في أكثر من مجال وأكثر من لقاء، تحويل الضفة الفلسطينية إلى بدل أن يكون صراع بين شعب فلسطيني يريد الاحتلال التخلص من احتلاله، إلى صراع بين مزدوجين، بين مواطنين يهود ومواطنين عرب. يعني وهذا ما يحدث من خلال أيضا اعتداءات المستوطنين على المواطنين، هي حرب شوارع فعليا ما يحدث في كل ليلة. أستاذ سامر، نعم صحيح، يعني هذا يعني هدفه القول أن هناك صراع بين المواطنين من الطرفين، وهذا على قطعة أرض أو على شارع أو على شجرة زيتون، والجيش الإسرائيلي هو الحكم بين الطرفين، طبعا الحكم المنحاز بالكامل. هذا الموضوع خطير جدا، هذا أشبه ما يكون بما حصل في عام 48، باعتبار أنه صراع مدني داخلي، وتحويل قضية من قضية وطنية للتحرر إلى قضية صراع من هذا النوع، هذا يجب أن نكون متبين جدا إليه. وضمن هذا السيناريو التفرد في قرية على سبيل المثال، الآن قرية حوارة كان اعتداءات كثيرة متلاحقة عليها، على الشوارع والمحلات وعلى كافة على البيوت أيضا في حوارة، والإضافة إلى ذلك الاعتداء المستوطنين على الطرق الخارجية بالكامل ومنع تحرك المواطنين. هذا بصراحة سيناريو مفهوم، وأقول هنا بشكل واضح هناك قضية أساسية في هذا الموضوع. القضية الأساسية الأولى أن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه منظمة التحرير هو توقيع اتفاق مع دولة الاحتلال وباستمرار الاستيطان. هذا كان يعني وأنا ذكرت على صفحتي، قلت رحم الله الدكتور حيدر عبد الشافي عندما رفض الاستمرار بالمفاوضات مع استمرار الاستيطان، لا يمكن أن تفاوضي على الأرض وتسمحي ببقاء الاستيطان. وهذه النتيجة التي اليوم نشهدها، نتيجة هذه السياسة التي استمرت ل 25 سنة. استيطان يخنق الضفة، اقترب المستوطنون في الضفة إلى مليون مستوطن تقريبا، يعني اقتربوا من المليون، أصبحت الضفة مقسمة إلى كنتونات تخنقها المستوطنات في كل مكان، فبالتالي سياسيا أيضا الوضع صعب. وهنا دعني أسألك، يعني هذا الحصار لم تشهده الضفة سوى في الانتفاضة الثانية، أشبه بحصار انتفاضة الأقصى، عندما كان الاحتلال يغلق الحواجز جميعها ويعني يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويمنع الناس من التنقل. اليوم تعيش الضفة ولكن بشكل جزئيا، يعني على الشمال، هو لا يريد أن يقوم ربما باجتياح كامل للضفة، لكن يريد أن يفصل الشمال وحده ويستفرد بالشمال كما يحدث اليوم. ما المطلوب إذن اليوم في ظل كل ما يحدث وخنق للناس والتأثير على حياتهم الإنسانية والعملية والاقتصادية وكل شيء؟ وأيضا هل من الممكن أن يكون للسلطة
أي دور في ظل ما يحدث؟ نحن رأينا هناك تصريحات يعني تتهم المجتمع الدولي بالصمت وأنه لا يوفر حماية للشعب الفلسطيني فقط. برأيك ما المطلوب أكثر من ذلك؟ نعم، أولا يعني نابلس في الانتفاضة الثانية وبقيت تحت الحصار حتى العام 2007، كل يعلم ذلك، وكانت يعني مستثناة في هذا الحصار وأثر كثيرا على كل نواحي الحياة في داخلنا. بس الآن لماذا دولة الاحتلال تذهب إلى هذا التوجه؟ برأيي في هدفين أساسيين. الهدف الأول هو فعلا إرسال رسالة لكل من هو فلسطيني، أن يعني إذا ما ذهبت مناطقك إلى المقاومة أو يعني اقتدت بما يحصل في نابلس سيكون نفس الإجراء العقوبة على نابلس. والقضية الثانية هي التأثير على حياة المواطنين بشكل العقوبات الجماعية على منطقة الشمال لتنامي المقاومة فيها. هذا يعني هذه الأهداف واضحة من دولة الاحتلال. الآن ما هو المهم؟ ما هو المطلوب؟ كنت أنا أتحدث عن أن الاستيطان وخطأ التوقيع بخلال الاستيطان. الخطأ الآن الذي يرتكب قضية التعامل مع هذا الاستيطان والتعامل مع المخططات الإسرائيلية القائمة. هذا يتطلب دور كبير، ليس فقط ترك المواطنين لوحدهم، ترك كل قرية تقاوم لوحدها، كل شارع يقاوم لوحده. أين دور القيادة الفلسطينية بسلطتها وبكل مكوناتها السياسية؟ هذا هون مطلوب دور كبير، ليس تصريح، ليس فقط تصريحات، وليس الذهاب إلى المجتمع الدولي وطلب المساعدة. هذا شيء يعني مهم، ولكن هناك ما هو أهم من ذلك، الانصهار التام مع نبض الشارع ومع إرادة الشارع ومع المواطنين بشكل كامل. نحن اجتمعنا في نشرة مؤسسات وفعاليات نابلس منذ يومين وطالبنا الحكومة بأن تأتي إلى نابلس، الوزراء يأتي إلى نابلس، القيادات السياسية أن تأتي إلى نابلس والوقوف مع المواطنين، ليس فقط تصريحات من الخارج. يشعر المواطنين فعلا أنهم ليسوا وحدهم. هذا جانب. جانب ثاني، ممكن للسلطة الفلسطينية اتخاذ الكثير من الإجراءات. هناك أجهزة أمنية، هناك ممكن أن تتضامن، تقف مع المواطنين في سواء في حوارة في القرى في كافة المواقع لوضع الخطط. صحيح أن الظاهرة فينا يستلموا أن الشباب يأخذون الدور في المقدمة الآن، ولكن هذا لا يكفي، لا يجوز أن تترك لوحدها ولا يجوز أن تترك البلد لوحدها. ولذلك هذا مطلوب تغيير استراتيجي كامل في كل نهج القائم على المستوى السياسي من الفصائل إلى السلطة. والقضية المهمة الإضافية، اجتمعوا أثناء هذه الأحداث في الجزائر، وأنا يعني لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع كثيرا، ولكن رأينا وحللنا وقلنا ماذا حصل هذه المرة، كم مرة رفعوا الأيدي وتشبكت الأيدي في الجزائر. وصدقني هذا الخبر لم يلقى أيضا اهتمام شعبي لدى الناس يعني في الشارع الفلسطيني، وخاصة أنه اليوم إحنا بنعيش ظروف استثنائية أكبر من أي حدث آخر، يعني فما بالك في حدث تكرر كثيرا وبالنسبة للمواطن فقد أهميته. نعم عزيزتي، وهذا ما أنا كتبت على صفحتي في تلك الفترة، أنه قابلت أكثر من 8 مقابلات في يوم واحد، لم أسأل من أحد من الإعلاميين حول ماذا يحصل في الجزائر. وبالتالي لماذا؟ لأنه الناس فعلا فقدت الثقة، والتحليل الموضوع آخر، هذه نتحدث فيه في وقت آخر، أنه لماذا يعني الشعب لا يقتنع فيما يحصل في الجزائر. ولكن على الأقل أعلنتم في الجزائر أنكم اتفقتم وتشابكت الأيدي وتقطم الصور، عدتم إلى الوطن الآن يعني والله ما نعرف هم رجعوا ولا لسه، يعني ما حدش متبع بصراحة يعني إذا هم رجعوا، ولكن الوطن الآن تفضل كمل، يعني بحاجة إلى وقفة جدية. صح نعم، لا في من استكمل الزيارات وفي من نهله، ولكن اللي ما أقوله أنكم يعني وأنتم في الجزائر سمعتوا عرفتم أين تطورت الأمور في الضفاف الفلسطينية. وبالتالي موضوع إنهاء الانقسام خلال سنة، تأجيج حكومة الوحدة، كل هذه القضايا أصبحت ترف سياسي وأصبح نقاش ليس له قيمة. الآن القاعدة في الأرض، الشعب الفلسطيني يتوحد في المواقع، يتوحد، يلتف حول المقاومين، يلتف حول كل برنامج المتغير. انا اقول الشعب الفلسطيني يعيد التموضع من جديد
بوضعه كشعب تحت الاحتلال في مقاومة محتلية، والتخلص من كافة الاتفاقات السابقة وكل الارتباطات الظالمة التي حصلت من اتفاق أوسلو وما بعده. وبالتالي ترى ما عدتم لا يكفي تصريحات وكأنكم تتضامنوا. نحن لا نتعامل كدولتين، يعني كدولة نابلس ودولة رام الله على سبيل المثال. نحن نتعامل أن هناك كما ذكرت قبل قليل هناك محاولة استفراد وعزل مناطق، هذا يجابه بالوحدة الوطنية. ولذلك من الآن ودعونا أن تأتي الحكومة بالكامل بالقيادات السياسية والدعم الكامل ووضع الخطط والسياسات للمواجهة، لأنه كما ذكرت نحن على قناعة في نابلس أن الحصار سيستمر فترة طويلة، وكل التجهيزات الإسرائيلية الواضحة هي لأن يستمر فترة طويلة. العقوبات الاقتصادية وجهنا بحاجة لخطط بديلة. دولة الاحتلال تتجه بشكل كبير إلى المربع الأمني، يجب أن يكون مربع أمني فلسطيني في المقابل، ومربع بناء الجبهة الداخلية وتعزيز الاقتصاد وتعزيز السلطة، هذا بحاجة إلى جهد الجميع. لذلك نحن نقول نابلس صامدة ونابلس تحولت أن تصمد وأهلها، ولكن لا تتركوا نابلس وحيدة، لا تتركوها بالضبط. هذا ما قصدت. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ سامر عنبتاوي منسق تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، تحياتي.